أهلا بكم متابعينا الأكارم من جديد، ودائما مع الراغبين في ترشح لرئاسية 7 سبتمبر. والآن كلمات الراغب في ترشح بالقاسم سعدي. في البداية تحية طيبة لجميع أسرة الإعلام. بعد استيفاء الشروط الدستورية والقانونية طبقا لأحكام الدستور والقانون العضوي لنظام الانتخابات، سعدنا اليوم بتقديم ملف ترشحنا كمرشح لرئاسيات 7 سبتمبر باسم تكتل أحزاب الاستقرار والإصلاح. في البداية بودي باش نشكر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وعلى رأسها الأخ الدكتور محمد شرفي وكل الإطارات وأعضاء السلطة على التنظيم الجيد لهذه العملية. عملية إيداع الملف سمحت لنا باستعراض مع السيد الرئيس لمجمل الظروف العملية والسياسية والتقنية بإيجابياتها وبسلبياتها، باش نسعى إن شاء الله إلى تحسين هذا المسار، أقصد مسار عملية جمع التوقيعات اللي سمحت لنا باش نزوروا أكثر من 35 ولاية أنا كمرشح في فترة 30 يوم الماضية. الشكر موصول لإطارات أحزاب تكتل الاستقرار والإصلاح، وأخص بالذكر منسق التكتل أخي الدكتور أسير طيبي، وكذلك أخي سي سمير سعداوي الأمين العام للأفديال. نشكر كذلك بهذه المناسبة كل المنتخبين المحليين للعدد نتاعهم تجاوز 600 منتخب ممثلين ل 47 ولاية، ونشكر مئات بل آلاف المواطنين الناخبين اللي وضعوا فينا ثقتهم من خلال الحملة التحسيسية اللي قادتنا إلى أكثر من 35 ولاية في إطار زيارات مباشرة. التوقيعات نتاعنا كما تابعتوا إخواني وأخواتي الصحفيين ما جمعناهاش في العاصمة، ما جمعناهاش في المكاتب المغلقة، جمعناها بتنقلنا اليومي إلى مختلف ولايات الوطن، وين قطعنا أكثر من 15,000 كيلومتر كل يوم في ولاية أو ولايتين، وين كانت عندنا لقاءات مباشرة مع المنتخبين المحليين اللي وضعوا ثقتهم في ترشحنا، وتحصلنا على أكثر من 600 منتخب محلي في الوقت اللي أحزاب التكتل كما هو معروف غبنا على محليات 2021 وما كانش عندنا ولا منتخب. نعتبر باللي الخطوة الأولى نجحنا فيها، من صفر منتخب محلي نتجاوزوا 600، رغم أن العديد من المنتخبين تعرضوا إلى بعض التخويف أو بعض الضغوطات من أحزابهم باش ما يمضيوش لمرشحين آخرين. نتذكر في ولاية من ولاية الشرق في ولاية الطارف منتخب محلي ما هوش تاع حزبنا بيان سور، عندما وقع لي يتكلم مع أصحابه، أنت يا راك في الحزب إكس والأخر في الحزب إيكراك، وكيفاش توقع للبروفيسور بالقاسم ساحلي؟ كان الجواب نتاعو ترك أثر في ذهني وفي قلبي، قال لي أنا ما وقعت لا للساحلي ولا المرشح واحد آخر، أنا وقعت من أجل الجزائر باش تكون الانتخابات القادمة إن شاء الله انتخابات تعددية في كنف الديمقراطية وفي كنف احترام السيادة الشعبية. سمحونا نذكروا في بعض الثواني بالأهداف الاستراتيجية لمشاركتنا في الرئاسيات كمرشح عن تكتل أحزاب الاستقرار والإصلاح. نرمي كأحزاب وطنية من خلال مشاركتنا إلى المساهمة في إنجاح الموعد الرئاسي، وهذه ما فيش مزية، إنجاح الرئاسيات يعني تمكين المواطنين من أداء ومن ممارسة سيادتهم الشعبية. الهدف الثاني هو إعادة الاعتبار للعمل السياسي اللي غاب في السنوات الماضية، والهدف الثالث هو إعادة الاعتبار للتيار اللي ننتمي إليه، التيار الديمقراطي، التيار الجمهوري، هذا التيار اللي بفضلنا إن شاء الله سيكون وازن وموازن،
سيكون وازن في الساحة السياسية وسيكون موازن ان اليمون ديكيليبر سور لا سين بوليتيك. هذا التيار لو كورون ريبوبليكان مودرنيست بروغريسيست اللي مع الاسف الشديد السنوات الماضيه غاب نوعا ما عن المشهد السياسي. راح نتحدثوا على برنامجنا اللي سبق وشرحناه، وان شاء الله بعد ما يتم ترسيم ترشحنا بعد طبقا للاجهزه القانونيه راح نتكلموا على برنامجنا الثري اللي مبني على خمس تحولات كبرى، سانك برانسيبال ميوتاسيون. نتكلموا على التحول الجيلي، نتكلموا على التحول السياسي والمؤسساتي، نتكلموا على التحول الاقتصادي، ونتكلموا على التحول الاجتماعي، ونتكلموا على التحول على صعيد السياسة الخارجية. هي مناسبة كذلك اليوم بعد ما غبنا على الإعلام فترة 35 يوم، لأننا كنا مع المواطنين في كل القرى والبلديات والمداشر. فرصة اليوم باش نجدوا دعوتنا لجميع الأطراف، السلطة السياسية، الأحزاب، موالاة ومعارضة، الإعلام وكل فئات المجتمع، باش نوفر مناخ يسمح بإنجاح الرئاسيات. هذا المناخ يتطلب الانفتاح السياسي والانفتاح الإعلامي وجملة من إجراءات التهدئة. وكذلك نختم كلامنا بنداءنا المتجدد لجميع الجزائريين بالمشاركة بقوة في الرئاسيات القادمة لكي نصنع حقيقة مؤسسات نابعة من الإرادة الشعبية، ولكي نمكن بلادنا من جبهة داخلية قوية وكذلك قوة ومناعة لرفع مختلف التحديات، خاصة التحديات الخارجية والتهديدات والمخاطر المحيطة ببلادنا، دون أن نغفل التحديات الداخلية، الوضع الاقتصادي والاجتماعي، تدهور القدرة الشرائية. ما زال هناك فوارق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف مناطق الوطن، وزيارتي الأخيرة إلى أكثر من 35 ولاية جعلتني كمرشح رئاسي نعاود نراجع برنامجنا الانتخابي، ليس من منطلق التنظير والتفكير لما يخصناش في إطارات أحزابنا، بل من منطلق المشاكل الحقيقية اللي راه يعيش فيها المواطن الجزائري. شكرا لكم، تحيا الجزائر، الله يرحم الشهداء. مرحبا. رايحين نديروا ندوة صحفية باش نحترموا الإجراءات بعد ما يتم الترسيم تاع الترشح إن شاء الله بعد أسبوع. نديروا ندوة صحفية مفصلة ونتكلموا بالتفصيل على الإيجابيات وعلى النقائص تاع المرحلة الأولى وما ينتظرنا من تجنيد في المرحلة الثانية. ناخذوا سؤال أو اثنين، تفضل. الله، ما سمعت سؤالك الثاني. لا، بالنسبة لسؤالك الأول، نعم تجاوزنا الحد القانوني المطلوب في المنتخبين المحليين، وكذلك جمعنا عدد معتبر من المواطنين، رغم أننا ركزنا في عملنا على المنتخبين المحليين. إلى غاية هذه اللحظة كلنا مرشحين للترشح إلى غاية أن تفصل السلطة الوطنية المستقلة بعد 7 أيام، وتفصل المحكمة الدستورية في ملفاتنا. لا يوجد أي سبب، لا يوجد أي سبب قانوني أو إجرائي يجعل ملفنا يرفض، لأننا جمعنا استماراتنا واحدة واحدة. كاين منتخبين اللي قعدنا معاهم في البلديات ساعة ونص وساعتين وحنا نتكلموا باش نقنعوهم، ماناش من المرشحين اللي ربما في مكاتبنا والاستمارات تجي عندنا. دونك هذا يخليك تتأكد من هذا الأمر. اثنين، التيار الجمهوري الديمقراطي لازم يكون عنده حضور في الساحة السياسية، ماهوش بالضرورة راح نكونوا حزب واحد، هناك عدة أحزاب تتقاسم الانتماء للتيار الجمهوري الديمقراطي. نتمناه إن شاء الله نلتقيوا بعد ترسيم المرشحين حتى يكون لهذا التيار دوره السياسي
إلى جانب التيارات الأخرى. إحنا ما عندناش خصوم في الساحة السياسية، عندنا منافسين باش نبنيه فقط البلاد ونعزز شعار التكتل نتاعنا هو الاستقرار والإصلاح. الاستقرار كيفاش نحافظوا على المكاسب الموجودة في بلادنا، والإصلاح كيف نتجاوز النقائص اللي موجودة وهي كثيرة ولا ينكرها. نكتفي بهذا القدر متابعينا الكرام.